من حوادث المرور التي تشهدها مختلف طرقاتنا الوطنية الولائية، نظمت جمعية أنفو ترافيك بملعب 5 جويلية بالعاصمة حملة تحسيسية لأصحاب السيارات بحضور كل من المصالح الأمنية وأفراد الحماية المدنية من أجل وضع وشاح أبيض بكل مركبة للتعبير عن السلم بالطرقات والسياقة بطريقة حذرة قصد التقليل من الحوادث التي تتزايد كل عام. التغطية لكمال كريكرو. هذا الميتينغ اللي رانا دايرينو سميناه ريبون بلون، وهذا ريبون بلون ان شاء الله الوشاح الابيض هذا ان شاء الله راح يمثل السلام في الطرقات، لان حوادث المرور راهم دايرين كوارث وراهي ولات متزاره في طرقات توانا، لهذا اللي جمعنا هاد لا كوميونيتي ان شاء الله باش نجوز لهم ان ميساج ان شاء الله باش ينقصوا من حوادث المرور. الحمله هذه راح نديروها ان شاء الله على 7 ايام، تبدا من اليوم وتخلص ان شاء الله الجمعه القادمه ان شاء الله.